السلام عليكم ورحمة الله من وسط العاصمة مدينة ستوكهولم. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام، وعدنا إليكم من جديد من السيرجل توري في مدينة ستوكهولم. إن شاء الله راح نعمل جولة بعد قليل. يا ريت إخواننا اللي تابعونا بالبث الأول يكتبونا بالتعليقات عن الصوت والصورة، وإن شاء الله هلا بنعمل جولة ونكمل حديثنا عن السعادة. هلا وصلنا إلى وسط العاصمة في منطقة سيرجل توري، وإن شاء الله راح أعمل جولة بالقطار بتفار بنا. أول شيء بس راح أفرجيكم شوي هيك بوسط العاصمة. طبعا هاي الساحة المشهورة ويطلق عليها من بعض الناس لقب ساحة الحشاشين. للأسف بعض الألقاب عندما تطلق على أشخاص وأماكن وكأن هذه الأماكن تجذب الأشخاص أنفسهم، فصرنا نلاحظ فعلا أنه بعض الأشخاص وبعض المروجين ينتشرون في هذه الأماكن. فالله يبعدنا ويبعدكم ويبعد أولادكم عن الحشيش والمخدرات، والله يسعدكم، وإن شاء الله رمضان مبارك علينا وعليكم، وإن شاء الله أيامكم سعيدة. بس اكتبونا بالتعليقات، إن شاء الله الصوت والصورة واضحة. وهلا شوي باخذ اتفار بنا وبطلع بتمشى، يعني بطلع بالقطار بعمل جولة لمنطقة اليور جوردن، نفرجيكم خلال الطريق. طبعا ممكن خلال القطار ما اقدر احكي اذا كان في ركاب كثير، ما بحب وانا راكب القطار اني اتكلم، فاستمتعوا في المشاهدة في الطريق ان شاء الله. بعد قليل بس يوصل القطار، خليني اتمشى هلا شوي فرجيكم هاي الاولينز. طبعا هنا شارع دروتنينز جاتن على اليمين وشارع القملستان البلدة القديمة على الجهة اليسرى. اليوم تكلمنا عن السعادة، مين كان معنا بالصفحة الأولى بالحلقة الأولى بالفيديو الأول؟ هاي هون الساحة السيرجل توري. فهلا رح نتمشى شوي عند جالاريان، هناك في محطة ثانية للقطار، رح أحاول أطلع من المحطة اللي عند الكونز كريت جوردن عند حديقة الملك. نتمشى هيك 3-4-5 دقائق وبعدها نطلع بالقطار. وهي الكلتشر هوست أنا صورت قبل فترة لكابتشينو وما كابتشينو، وقعدة حلوة. أنا كنت قاعد فوق في الطابق اللي فوق، فبعض الأشخاص سألوني هنا في مطاعم وفي قعدات حلوة في الكلتشر هوست، ومو غلط لو جبت أولادكم في مرسم وما مرسم، في شغلات حلوة في الكلتشر هوست في وسط العاصمة. الصوت والصورة واضحة، ممتاز. أهلا وسهلا أخوي مصطفى فلاح، أهلا وسهلا، كل شيء جيد. أخوي محمود إن شاء الله يوم سعيد علينا وعليك. واللي حاب يضيف على تعريف السعادة اللي حكيناه في اللقاء الأول يتفضل يكتب لنا بالتعليقات. هل السويت جعلت منك أكثر سعادة أم جعلت منك أكثر تعاسة؟ ما هو سر سعادتك؟ لو سألوك في هذه الحياة ما هو سر سعادتك أو ما هو سر تعاستك؟ يا ريت شوي نتفاعل وراح نفرجيكم ونحكي وندردش، بس يعني حلو هيك يكون الموضوع يكون فيه شوية تفاعل، يعني عشان نتعرف على آرائكم ووجهات نظركم. هل السويت ضافت إلى سعادتك أم ضافت إلى تعاستك؟ وما الأسباب؟ يعني بكلمتين ثلاثة ممكن توجز، يعني ممكن انه البلد هاي وعتك اكثر، ممكن شفت طبيعة اجمل، ممكن تعرفت على ناس جداد، صرت تقرأ، صرت مركز على تطوير ذاتك، تعلمت لغة جديدة، شفت اشياء جديدة. يعني شو السر؟ هل السويت جعلت منك اكثر سعادة ولا جعلت منك اكثر تعاسة؟ طبعا بعد قليل راح اطلع بالقطار ان شاء الله. حاب هيك يعني انا التخطيط المخطط تبعي اليوم ان شاء الله انه اروح لعند اليور جوردن بالتفار بنا. بس زي ما ذكرت لكم انه انا ما راح ممكن اقدر اتكلم خلال رحلة تفار بنا، طبعا هي رحلة غير طويلة، يعني كلها يمكن 10 دقائق، ممكن ما الف كل المنطقة هناك، بس احاول اني اوصل اتمشى بالحديقة اللي هناك عند البحيرة. بس حبيت افرجيكم وسط العاصمة قبل ما اتحرك وقبل ما اتمشى. زي ما انتم شايفين في ناس طالعة، في ناس متحركة، في ناس قاعدة ببيوتها، في ناس تطلع على درجة الحرارة، حياتها
مع درجة الحرارة 7 6 5 2 قاعد بس هو ايش هواء رياح برد الطقس تغير قاعد بس براقب درجة الحرارة فهو مستوى سعادته بتزيد مع درجة الحرارة وحركته من البيت وطلعته بتزيد مع درجة الحرارة يعني هدول الناس اللي حياتهم يسموها رياكشن ردة فعل في ناس حياتهم تصميم ديزاين يعني هو بصمم يومه خلص أنا مو مشكلة عندي درجة الحرارة الطقس في عندي أصدقاء فيش عندي أصدقاء أنا اليوم عندي مشوار عندي دراسة عندي رايح على مقهى رايح على جامع رايح على نادي رايح فهو مخطط ليومه سامعيني أنتوا معي إخواني الكرام طبعا القطار إجا ما رح أطلع بهذا القطار رح أعمل لي هيك جولة بسيطة هون وبعدين رح أتحرك بس نفرجيكم القطارات هيا جاي هلا بتيجي لهون خلينا نتمشى شوي فإذا أنت حياتك رياكشن حياتك ردة فعل هذه مشكلة كبيرة والله المدام فرحانة بتفرح المدام زعلانة بتزعل الطقس تعبان بتزعل الراتب نزل واطي بتزعل بصرمين عبس بوجهك بتزعل فأنت حياتك عبارة عن ردة فعل هنفرجيكم القطارات هاي اللي جاي هاي القطار القديم هذا القطار رح نركبه بس كمان شوي طبعا في ناس كتير عالم حوالي نحاول ندخل شوي على الجاليري نفرجيكم اياه وبعدين نطلع نتوجه للقطار الكلام واضح اخوان الكرام الكلام مفهوم فحاول يا اخي الكريم انه انت تسيطر على حياتك مش حياتك تسيطر عليك انت رب تخيل حياتك خارجك تخيلها وكأنك تتعامل مع شخص خارجك فأنت بتتحكم فيها في بعض الناس يا إخوان الكرام التلفزيون هو اللي بتحكم فيه أو الانترنت هو اللي بتحكم فيه مش هو اللي بتحكم في الانترنت يعني إنه هو بتلاقيه الغدا جهز بتلاقيه بقومش على الغدا بيقول لك أنا بتركش الآيباد بتركش الجيمز فاللعبة هي اللي مسيطر عليه والفيديو هو اللي مسيطر عليه نفرجيكم بعض الشغلات اللي هون في الجلاريان وبعدين نطلع ناخذ القطار واضح الصوت والصورة اخوان الكرام طبعا قد تتساءلوا شو قصة العالم اللي هون الواقفة بتعرفوا انتوا عشان كورونا المحل عشان كورونا بطل يعني ممكن الواحد المحل يكون فيه مثلا عدد اشخاص معينين 3 4 5 فعشان هيك ما بصير يدخلوا كل الزباين لازم يدخل عدد معين فبصيروا يستنوا بالدور معي اخواني الكرام بدي اشوف تفاعل اكتبوا لي من وين بتتابعوني خلينا ناخذكم شوي هيك لفه بالجاليري وبعدين نطلع على القطار فرجيكم المنظر هيك من فوق نسلم عليكم من احنا طالعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله يوم سعيد علينا وعليكم نحن بالجاليري جاليريا مدينة ستوكهولم طبعا هذا اقرب مجمع في وسط العاصمة شوفوا لي هالمناظر هاي ما بتشرح الصدر ما بتشرح القلب ما بصير لك هيك نفس تيجي تبعد تشرب لك كاسة كابتشينو كافي لاتي شاي لاتي تقول لك حبة كيك كراميل أنا بحب الكراميل احكولنا بالتعليقات شو بتحبوا من الحلويات اللي هون طبعا ميزة عندنا بالبلاد بقلاوة ومقلاوة يعني كنافة وما كنافة في موجود في عندنا في شهر هون من موجود كنافة بقلاوة بس الطعم مو زي طعم الكنافة اللي بالبلاد مو زي حلويات البلاد وخصوصا الكنافة إخوان الكرام البقلاوة قريبة يعني قبل كم من يوم اشتريت كنافة واشتريت بقلاوة والله الكنافة ولا إلها دخل طعم بالكنافة بس البقلاوة أوكي بس الكنافة لحد الآن يعني ما وجدت هيك محل كنافة يتقن الكنافة هيك تشعر زي إنه أنت زي بالبلاد هذا كأنه محل ياباني ولا صيني
اي شنو؟ دي هار تشاينيز الا يابانيز الا كوكتيل الا بودا تشاينيز يابانيز يابانسكا اه يا تبرا اوكي نو تشاينا نو نو اوكي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو. الصوت والصوره ممتاز. شكرا اخوي عبدو. فرجيكم هيك المكان شوي وبعدين ناخذ القطار هون جماعه المناكير والبديكير قعدات واماكن حلوه شيء مرتب. طبعا ما راح ندخل على خير عشان نستغل الوقت. فرجيكم المكان من هون هيك هاي الحلويات هون والحركة الناس عايشة طبيعي. في بعض الناس بكتب لك بالمواقع ما في حياة ما في طلعات ما في روحات وين دروح بالسويد. هو شايف هو قافل على نفسه يعني بدك الناس يجي تأخذك تطلعك. هاي بعض الناس للأسف مفهوم وفكرة. خلينا نرجع فرجيكم من هون برضو البوزة وما بوزة. يا الله. فيا اخي الكريم لا تنتظر انه حدا ياخذك ويوديك ويجيبك. خليني احكي معك فيس تو فيس مع المفاهيم هاي. بتقابل مع كثير من اخواننا العرب في السويد بصير يقول لك يا اخي وين بدي اروح بالسويد؟ يا اخي شو هالبلد؟ يا اخي انا كنت في ايطاليا، انا كنت في اليونان. هذول الجماعه يا اخواني الكرام اكثر العرب اللي كانوا عايشين قبل السويد في بلد من الدول الاوروبيه او في دول الخليج نوعا ما متغلبين في حياتهم. ليش؟ يعني انا بدي احكي لكم كمان انا كنت يعني عايش في الدول هاي. بصير الواحد فينا يقارن، يعني انا مثلا كنت عايش في رومانيا او كنت عايش في دبي او كنت عايش في السعوديه. والله السعوديه فيها عمارات فيها مجمعات تجاريه اجمل من السويد وفيها سيارات ارقى من السويد. فبصير عقل الواحد يظل يقارن. انا كنت في رومانيا اروح في الناس تحكي معي بالشوارع، هون ما حدا بيحكي معي. يا اخي الكريم يا اختي الكريمه بالذات اخواني، انا بخاطب اخواني العرب اللي عايشين كانوا عايشين في دول اوروبا او كانوا عايشين بالخليج. ما في بلد كامل، قد ما تسافر راح توجد انه هاي البلد فيها اشياء وفيش فيها اشياء. يعني روح على جماعه سويسرا، بصير سويسرا اللي هي من اجمل دول العالم، بصير يقول لك يا عمي احنا ما عندنا بحيره، احنا ما عندنا قصدي بحر، احنا يا ريت زي ايطاليا، جو ايطاليا احلى من جو سويسرا وعندهم بحر. احنا ما عندنا بحر نروح هيك نتمدد على بحر ونقعد ونستمتع. لو تروح على جماعه التشيك تشيكوسلوفاكيا او تشيك نفس القصه راح يحكوا لك، راح يقول لك والله احنا كمان ما عندنا بحر. هذول اللي عايشين في اوروبا الوسطى هنغاريا هم عندهم بحيرات لكن ما عندهم بحر هيك زي شواطئ زي ايطاليا او زي اسبانيا. تبعوا جماعه اسبانيا وايطاليا بصير يقول لك عمي احنا ما عندناش شغل. فالحياه يا اخوان الكرام سبحان الله هاي الدنيا مو كامله، هذه الدنيا مو كاملة، أنت بدك تفهمها. والإنسان كمان نفسه مهما تجد إنسان فيه حسنات إلا يكون فيه عيوب، لأنه الكمال لوجه الله تعالى. فلا تقصد الكمال. في بعض الناس يا إخوان الكرام في هذه الحياة حياته بسعى إلى الكمال، وهذه مشكلة. يعني ادخل في علم النفس أو ادخل اكتب في جوجل عن حياة الأشخاص اللي بسعوا إلى الكمال. هذول الأشخاص حياتهم عبارة عن وسواس. النظافة بتلاقيها المرة بالبيت بدها تمسح السجادة 20 مرة، إيد الباب بدها تمسحها. هدول الجماعة اللي عايشين على حياة الكمال تعذبوا من خلال كورونا، تعذبوا كتير. ليش؟ لأنه هدول صاروا موسوسين زيادة عن اللزوم وصاروا بدهم يتفقدوا أي شيء. وخصوصا هدول بتعبوا الناس اللي حواليهم، إن كانت زوجة ولا إن كان زوج، كل شوي بده يتفقدوا دين أولادهم، يتفقدوا ملابسهم، بدهم يغيروا من ملابسهم باستمرار، بدهم يغسلوا أواعيهم باستمرار، بدهم الشغل يطلع بيرفكت 100%. بدهم يعني هذول بينفعوا لأعمال السكرتارية، بينفعوا لبعض الشغلات في الحياة، لكن حياتهم متعبة جدا جدا. فلا تسعى للكمال بالحياة، حاول أن نعمل على قدر الإمكان، لكن أنه السعي إلى الكمال في هذه الحياة مزعج جدا ومتعب شخصيا وعلى الآخرين. خلينا نكملكم نفرجيكم الناس في وسط العاصمة، نفرجيكم وبعدين رح نطلع بالقطار إن شاء الله جولة. زي ما انتم شايفين الحياة طبيعية والناس طالعة، لكن انت تظلك تحكي فيش أماكن فيش ناس
أنا كنت في اليونان، أنا كنت في فرنسا أروح. طب ما هاي الناس هنا جاي، وهاي الناس طالعة، وهاي الناس رايحة على محلات. يعني شوفي فرنسا محلات أكثر، شوارع أكثر. طب السويد 10 مليون، يعني إحنا أكيد يعني دولة فيها 60 مليون زي فرنسا أو أكثر من 60 مليون، أو مثلا ألمانيا أكيد راح يكون فيها ممكن أماكن أكثر، فيها ناس أكثر، فيها حركة أكثر. لكن ظلك عايش في هاي العقلية أنت راح تتعب، راح تتعب وراح تتعب الناس اللي حواليك. خلاص أنت عايش بالسويد، حاول إنه أنت ارضى بحياتك بالسويد وعيش وتكيف. ما عجبتك السويد اقعد لك فترة، ظبط أمورك، خذ الجنسية وتوكل على الله. الواحدة راح تندعس، هي راحوا ما يندعسوا العالم، استعجلوا وقطعوا الإشارة حمراء. شافوا واحد طلع، شوفوا الإنسان كيف العقل الجمعي. الإنسان سبحان الله بيقلد الناس الآخرين، الناس بس تغلط بغلط. هلا هون خلص تمام، طريق فاتحة للعقيد، طريق فاتحة للعقيد أبو شاب. إحنا في وسط العاصمة وزي ما أنتم شايفين المحلات والعالم طوابير، لأنه موضوع كورونا خلى إنه المحلات يكون في عدد معين. هاي العالم على الدور، كمان شوي بنركب بالقطار إن شاء الله. فيا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، أنتم اللي كنتوا عايشين في دول أوروبا، بالبرازيل، بالأرجنتين، وببلغاريا، برومانيا، بهنغاريا، باليونان، بألمانيا، بإيطاليا، بدبي، جيتوا على السويد، طلعوا الناس في حياة. مش ما في حياة، بس احنا الغلط فينا، العيب فينا. هاي العالم عايشة، هاي المجموعات عايشة. نفسي اشوف مجموعة عربية هيك طالعة مع بعض. نفسي ننظم مرة هيك لقاء، كل ما تحكي على لقاء يقولوا لك لا ما بزبط، احنا محبطين للأسف. احنا للأسف المشكلة فينا وليس في ما نحن نعيش فيه، احنا المشكلة فينا. نحن نصنع مستقبلنا بأيدينا، فالمشكلة فينا. هاي الجنسيات الثانية طالعة، بتشوف الأثيوبيين طالعين، بتشوف السودانيين طالعين مع بعض، بتشوف التشيليين من تشيل طالعين مع بعض، بتشوف البرازيليين طالعين مع بعض، بتشوف جنسيات متنوعة طالعين مع بعض. احنا بس بنطلع على أرجيلة وعلى شيشة وعلى شغلات قعدات للأسف تأذي النفس وتأذي الروح. معي إخوان الكرام ولا مش معي؟ فالمشكلة فينا نحن وطريقة تفكيرنا نحن. لو غيرنا من طريقة تفكيرنا لتغيرت حياتنا. دائما بعيد هاي العبارة، المشكلة في طريقة التفكير. طبعا هاي الأنكو من أفخم المجمعات التجارية في مدينة ستوكهولم وأغلاها. هذه العمارة اللي قدامكو الأنكو، بعرفش إذا فاتحة لأنه القطار لسه متجاي، نروح نشوفها. والله شكلها مسكرة، نشوف القطار تبعنا هلا بيجي، نركب القطار، نحاول نفرجيكم رحلة هيك جولة بالقطار في وسط العاصمة. يا اخوان الكرام بدنا تفاعل، وين انتم نايمين ولا صاحيين ولا مش متغديين ولا بعدكم جوعانين؟ اطلب لكم دليفري. هلا احنا في محطة الكوين ستريت جوردن. فالجنسيات الأخرى شايفها يعني بتطلع بتروح ما بسمع انه الناس بتشتكي بالطريقة اللي احنا ممكن نشتكي فيها، ما بعرف. يعني بتسمعش كتير الجنسيات التانية بيحكوا كتير عن الوضع وعن البلد، ما بعرف. احنا ممكن عندنا فوق 100 صفحة للعرب في السويد، واكثر الصفحات زي ما ذكرت لكم شكوى وتذمر. فياريت في صفحات تصير هيك فيها ميت اب، فيها لقاءات هيك فعلية على ارض الواقع، نشوف بعض، نقعد مع بعض. هاي نورديا اللي بدور على بنك نورديا، هي موجودة بوسط العاصمة. فياريت احنا نصير نخلص، نطلع من عالم الفيسبوك على الأرض الواقع. اللي بيأيدني بهاي الفكرة يكتب تحت في التعليقات، بدنا نشوف بعض، بدنا نتغدى مع بعض، بدنا نتناقش مع بعض، بدنا نحكي عن سعادتنا، سعادة أولادنا، عن رؤيتنا للمستقبل، عن تخطيطنا لأولادنا لبعد سنتين ثلاثة أربعة. كيف شايفين حالنا بعد كم من سنة في هاي البلد؟ كيف نقدر نوفر وظائف لأبناء الجالية العربية، بما أنه في تجار عرب في السويد، وفي ناس وضعهم المادي ميسور، وفي ناس عندها مؤهلات، وفي ناس عندها كفاءات. ممكن نعمل شغل أونلاين، ممكن نعمل شغل، في ناس شاطرة في المونتاج، في ناس شاطرة بالجرافيك، في ناس شاطرة في الويب ديزاينر، في ناس شاطرة في الفريلانسر، مهارات، في موجود كتير مهارات، في ناس شاطرة بالأسهم في الشركات.
لو وظفنا كل هالمهارات هاي الموجودة كان احنا اشتغل عدد كبير من اخواننا العرب وصار عندنا سوق عربي من خلال الانترنت اذا احنا مش قادرين نعمله على ارض الواقع بالتعاون. رب العالمين قال وتعاونوا على البر والتقوى، بس الأنانية والفردية والحياة الشخصية وانه كل واحد جاي بس بده يستقل بذاته ويعيش حياة منعزل منفصل رح نتعرض للأذى جميعا، ورح تأذينا القرارات اللي بتصدر بالدولة، رح تأذينا ورح تأذي الأشخاص اللي بيجوا جداد قاعدين بتأثروا فيها في اللم الشمل وغيرها من القوانين اللي قاعدة بتصعب، وممكن بالمستقبل في أشياء تصعب أكثر من حجاب وغيره وصعوبة على التمسك في الدين والمحافظة على اللغة العربية وأشياء كثيرة، لأنه إحنا للأسف في عنا صار في فردية وفي أنانية في حب الذات حب الذات الخاطئ للأسف من البعض. أنا ما بتهم الكل لكن ما في عنا وحدة، ما شعر أنه كيان واحد انتماء واحد. عنا بصار كم سفارة عربية في السويد، عندنا 22 بلد عربي، لكن شعر حالك ضايع ضايعة وضايعة. معي إخواني الكرام مو شايف حدا كاتب ولا معلق، سامعين فاهمين متواجدين. القطار طول شايفه، خلينا نكمل نقزر لعند الحديقة ولا نكمل لعند البحيرة لتحت. شايف نشوف قد ايه ضايل. سامعيني اخوان الكرام، بدي تفاعل، بدي الكلام هذا. هل انت كمغترب عايش بالسويد شو رايك فيه؟ اعطينا وجهه نظرك، عبر عن مشاعرك. اوه هاي لسه مطول. لا خلينا نمشي لعند البحيره اللي هناك. كم الساعه صارت؟ الله شكلها طولت القصه، شكلنا خلاص رح نقضيها مشي. خلاص خلينا نروح على البحيره اللي عند الستراند فيجن ونشوف ممكن ما نطول كثير في هذا البث. ايوه اجا. ليش كاتبين 9 دقائق؟ بتخوتوه؟ اخوي فاروق حبيب القلب يسعدك. هلا بناخذكم جوله بالقطار زي ما ذكرت لكم، واللي سمع الكلام اللي انا حكيته يا ريت يشارك، يا ريت يشارك ويحكي لنا وجهه نظره. في عرب وضعهم المادي كتير كويس، في عرب دارسين شغلات ممكن يفيدوا اخواننا العرب التانيين، في اشياء كثيره ممكن نعملها في الدوله هاي يا رجال. نفسنا نلتقي مع مجموعه عربيه، نفسنا هيك شباب عربي. خلينا نطلع بالقطار ونفرجيكم المنظر هسه من الرحله بالقطار، جوله بالقطار. وين اي خلينا بس نطول الكرت. اوبا مينوت تك تك. اللي ما عاجبه يسافر. جولة بالقطار ان شاء الله الصورة واضحة، خبرونا عن الصورة. في حديقة هون، نروح على الجهة هاي نشوف نشهر وراء نشوف فيها. وين هاي؟ ايوه هون، ايوه هون. ان شاء الله الصورة واضحة والصوت واضح. والله الفندق اسعار متفاوتة، من يعني ممكن سرير تلاقي سرير في بعض الفنادق من 200 كرون لآلاف، لألف وألفين وثلاثة. هاي الراديسون في المقابل. هاي هون عندك التياتر، فرجيكم التياتر. طبعا
مطمنون على الصوت والصورة، كل شيء تمام، ما في حدا الحمد لله، القطار فاضي. نعمل لنا جولة هيك وبعدين نروح على البيت. يورو كم كرون؟ والله أنا بتابعش كثير هاي الشغلات، بس هو عادة يعني ممكن 11 كرون يورو أو 10.5 هيك شيء. اللي بيعرف يكتب، اللي بتابع هاي القصص. يعني تقريبا هي هيك 10.5 11. يعني 1000 كرون أو 1100 كرون أو 1050 كرون بيطلعوا 100 يورو. في كرون يعني هيك شيء. حبيبي حبوبي يا اخوي عبدو، الله يسعدك يا رب، ان شاء الله الصوت واضح والصوره واضحه والكلام واضح. والله في اخوان لنا عرب وين ما يروحوا للاسف دائما شكوى وتذمر، كانوا بالخليج شكوى وتذمر، اجوا على السويد شكوى وتذمر، هلا يمكن بده يفكروا يرجعوا شكوى وتذمر، ما في رضا. يعني اوكي ممكن ما يكون في جوانب، يعني ما اكيد ما راح تعجبك كل السويد، اكيد انت بلدك مش عاجبتك. احنا الواحد فينا بلده مش عاجبته، في شكوى وتذمر. احنا يا اخوان الكرام بلادنا، بس احكي لكم اياها فيس تو فيس، احنا بلادنا العربيه مو عاجبتنا وشايفين كلها فيها عيوب، فاحنا بلادنا نفسها بننقدها. فكيف راح تعجبنا السويد ولا غير السويد؟ بالبدايه في بعض الناس بيكونوا مبهورين وعاجبيتهم وبقول لك ايه جمال، فالنقد ما راح يفيد، راح يضرك انت شخصيا. خلينا نكمل الجمال ونتفرج على الطبيعه. المانيا احلى ولا السويد؟ والله اماكن اماكن ما بتقدر تحكم، ممكن المانيا فيها عدد سكان اكثر، فيها حركه اكثر، ممكن تعجبك اكثر من هذا الجانب، لكن كطبيعه اوروبا اكثرها متشابهه. اهلا اهلا ابو نبيل، الله يسعد مساك يا رب، والله انا بخير الحمد لله، رمضان مبارك علينا وعليه. والله عندي هنا في كافتيريا على الزاويه بتجنن، حاب انزل عندها واشوف الوضع. نشرب لنا كاسه كابتشينو ونحكي ونسولف وندردش وبعديها نروح من هون. هاي العالم طالعة، بتدخل على المواقع العربية زهق ملل، كلمات دائما مكررة نفسها. طيب يا أخي اطلع، مين ماسكك؟ اطلع اطلع اتفرج على الطبيعة، إلا يكون معك حدا ولا تكون معك. وين بدي أروح؟ وين مش عارف وين أروح؟ شو أعمل؟ شو أسوي؟ اشرب اليوم يمكن بكرة ما ينفع، خلينا ننزل هون. هون في كافتيريا رائعة جدا بطلع على البحيرة، فرجيكم المكان هون. هاي متحف النورديسكا، المتاحف المشهورة في مدينة ستوكهولم. نستا نورديسكا، طبعا هون المنطقة كلها متاحف وكلها أماكن سياحية، المنطقة السياحية من أكبر المناطق السياحية في مدينة ستوكهولم. هاي الحديقة، مش راح نلف كتير يعني جوا، بس نحاول. هاي القطار الثاني رايحين على جرونا لوند، عن زمان كان يوقف هون عند البحيرة. هاي سكانسن حديقة الحيوانات، نعمل لنا جولة هون ونرجع. والله كل مكان له جماله أخي الكريم، مالمو في شغلات حلوة وهون في شغلات حلوة، بس العاصمة يعني بتفرق، العاصمة أماكن أكثر يعني ضلها أكبر.
هلا بننزل تحت نعمل لكم جولة هنا سريعة. قد ايه صار الفيديو؟ خبرونا قد ايه صار الفيديو، كم دقيقة، واحكوا لنا من وين بتتابعونا. تفاعل اخوان الكرام، بدنا تفاعل. اللي حاب يستمر معنا احنا ان شاء الله راح نقدم لكم معلومات وراح نحكي لكم عن البلد وراح نوصل لكم افكار من افكار ممكن اللي انت ناخذها الخاطئة. أنا زمان حبيت مالمو كثير لأنه عشت فيها، عشت جنبها بشهرين، فالمكان مرات تتعود عليه بتحبه. يعني في ناس عايشة بقرى ومستمتعة، فمو شرط، يعني مو شرط دائما الأماكن كلها تكون كل شيء متوفر عشان أنت تكون سعيد. أوه هذا مخربين الدرج هون، غيرين الوضع كله. هاي أوف، كنا نطلع هون نتمشى. اخذنا القطار لجوا جوا، مش عارف شو قصة الرحلة هاي. اخذنا عند حديقة الحيوانات عند سكانسن عند السيرك، قال هاي ناس صرنا عايشين 14 سنة الحمد لله. ممكن في ناس اجت جديد وما بتعرف القوانين وما بتفهم شو الحياة وبتأذي اولادها وصار معها هاي القصص، كل شيء وارد حسب المسؤولين والقضايا وحسب الوضع. اللي جايب عقلية الضرب والخبط ما بتزبط معه السويد، يروح على بلد تاني. اللي بجايب عقلية العصبية والغضب والمشاكل الأسرية ما بتزبط مع السويد. احنا هلا مقابل سكانسن، سكانسن حديقة يعني كبيرة جدا من الحدائق اللي طبعا مش ببلاش، طبعا حديقة بمصاري مش عارف 300-350 كرون. خلنا نتمشى من عندها، كنا بنروح على الكافتيريا هناك بس خلص صرنا واصلين هون. خلينا نكمل لكم الجولة من هون اليوم. ما بعرف شكلها زي المسكرة ولا فاتحة. حديقة سكانسن ان شاء الله الصورة واضحة. المناطق هاي كلها مناطق سياحية، يعني هاي بالصيف لو ما في كورونا او هلا يعني في الوقت هذا ما في كورونا كان بتلاقي اعداد هائلة جدا. يعني هاي الأماكن كلها مجهزة للسياحة، أكشاك والأماكن هاي الجميلة. فاللي يا أخوان الكرام اللي مفكر يجي على السويد وهو إنسان عصبي وبضرب أولاده أو ما بيهتم في أولاده ما رح تزبط معه الحياة هون، ما رح تزبط معه الحياة هون، رح يأخذ أولاده احتمال كبير، وبالذات إذا طلع له مسؤول صعب ممكن يحاسبه على أي إهمال للأولاد، ممكن اهمال في لبسهم في 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 اسنانهم في اي حاجه من حاجات الاطفال. اما الانسان المحترم واللي بيعرف يربي واللي بيدير باله على اولاده وهادي وخلوق ما حدا بيجي في اولاده. في برد، والله في برد، الجو بارد غيوم. كافتيريات هون شيء حلو مرتب. أحلى إشي صوت الطيور بكل مكان. نرجع لكم على الورود الصفر، هدول حلوين. هو درجة الحرارة 8 بس فعليا والله أبرد الجو. يعني مرات بتكون درجة الحرارة مكتوب 12 بس تشعر يا أخي كأنها 1 ولا 2، ومرات بتكون كاتبين لك إنها 1 بس تشعر في حرارة في شمس في فالهواء بيلعب دور، الرياح والشغلات هاي. نفرجيكم المكان اللي هون القريب عند السيرك. طبعا احنا قريبين على مدينة الألعاب بس مو فاتحة اكيد. شو وضع جنسيا؟ ما فهمت. يا ريت تكتب السؤال كامل اللي بكتب السؤال. سيركوس
هاي جرونالوند، هاي مدينة الألعاب تحت. شاركونا وين انتو ساكنين، وين عايشين، اكتبونا بأي مدينة عايشين، خلينا نتعرف عليكم، تتعرفوا علينا. اللي عنده سؤال، عنده استفسار، ما ينحرج يكتب. والله هلا الجنسية صارت قصتها طويلة، حتى الإقامة الدائمة يعني صارت صعبة، صار لازم عقد عمل، ولازم سكن، ولازم قصص، وصارت في ناس صار لها 5 سنين وست سنين بتجدد بس إقامات تجديد. الوضع اختلف عن زمان، وضع الإقامة اختلف. زمان كانت إقامة يعني الأغلب اللي بيجي على السويد يأخذ إقامة دائمة مباشرة إذا بعد اللجوء، هلأ صار إقامة مؤقتة، وفي ناس تنرفض حسب وضعك. فرجيكم المكان هذا، كان المكان هذا جميل جدا بالصيف، بس قاعدين بيسووا شوية إصلاحات. فرجيكم الرجل والقيطار. حبيبي أخوي علي، شو بدكم معزوفة؟ بتكون عبد الحليم ولا ألف ليلة وليلة ولا شو بتكون؟ هاي جاهز العقيد، دق يا عقيد، دق المهباش، دقوا على الخشب، ودقوا على الخشب يا حبايب، دقوا على الخشب. طبعا احنا قريبين مطل، يعني اطلالة على مدينة الألعاب هاجلوند جرونالوند. أنا بألمانيا، أنا من العراق بغداد، واللي ما عاجبه السويد خلي يبدل معي. هاي امبارح حكينا فيها، بدل وما يبدل ما في منه هذا الحكي يا أخي الكريم، لا توجع راسك، ما في تبديل، ما في الملابس المدام اشتريت ودخلت ما في تبديل. شوف لي هالشجرة هاي مع التمثال كيف طالع المنظر بجنن. تبديل وما تبديل والقصص هاي لا توجع راسك يا أخوي الكريم، ما في هون بالسويد، ما في هاي القصص، وأوروبا ما في هاي القصص. تعال شرف بنفسك. شراء عقار أرض عليها رهن قديم، من اللي يدفع قيمة الرهن؟ والله بدي سؤال لمحامي، يعني أنا ما بدي أقعد أفتي من عندي، ما إن شاء الله بنحاول نسأل. ابعتي لي السؤال كامل على الخاص وأنا ببعته لمحامي، إن شاء الله برد لك الجواب. يعني بعض الأسئلة تخصصية نحاول إنه نأخذ رأي المحاميين. واحنا نشرنا لكم وحكينا لكم زمان، اللي عنده أسئلة اللي دخلهم أقل من 75,000 ممكن يأخذوا استشارة قانونية من محامي مجانا. ودقوا على الخشب يا حبايب، دقوا على الخشب. طبعا قعدات بتجنن كانت هون، بس تعرفوا كورونا وما أدراك ما كورونا، بتعرفوا أثر على العالم وأثر على الجلسات وأثر على السياحة. يعني قطاع السياحة اللي بيشتغلوا الأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة والفنادق تأثروا كثير، تأثروا كثير كثير من الموضوع هذا. عجبتني الأرض وحابة أشتريها. يعني وين في السويد قصدك؟ ها والله إذا عليها رهن بتكون، يعني أنا يعني حسب وجهة نظري بحكي لك، وجهة نظري خلص، يحاولي انه اللي عليه الرهن يسد الرهن ويخلص، لانه هنا يعني مشكلة بتصير، بكرة بتصير على اسمك، فممكن ما بعرف ديش اقول لك انه انت يطلبوها منك، ما متأكد، بس الافضل عشان عقلك يرتاح وقلبك يرتاح انه اللي عليه الرهن يدفع الرهن ويخلص. سودرتاليا، تمام، بستوكهولم يعني. والله ان شاء الله راح ابعت السؤال، بس بعتيلي اياه كامل على الخاص وانا ببعته للمحامي مصعب، ان شاء الله برد علينا على المضمون، بكون الجواب بكون مضمون محامي. هنا يا شباب اللي بدي يخطب بدي يتجوز بعدين، طبعا بس تفتح الامور، هاي الطاولة جاهزة، هاي هون يا اخوان العرب تعالوا نعزمكم، هاي عزيمة هون، هاي الطاولة جاهزة، ها هاي هون، بس جيبوا المقلوبة وجيبوا صينية الكفتة وجيبوا ورق الدوالي والعنب وخلينا نبلش بالغدا. هاي هون، هاي قعدنا هون على الطاولة.
تفضلوا معنا. هاي لها وين اخواننا العرب؟ وين الشباب؟ وين الحبايب؟ هاي الطاولة جاهزة، ها هاي الطاولة، بس وين العرب نجتمع؟ وين الملايين؟ وين الملايين؟ وين اخواننا؟ وين الحبايب؟ ما بعرف شو المشكلة مع جماعتنا. احنا بس شغل جمعيات ونضلنا نحكي عن السوسيال وعن الاطفال، وما في حدا ملتقي مع الثاني، يعني هيك الالتقاء الليلة. التقاء تشعر انه في التقاء متعة، التقاء تعارف، التقاء كل قعداتنا يا ندوات، يعني اولادنا بحاجة انه يوم مثلا يطلعوا هيك عائلتين ثلاثة اربعة هيك يتلاقوا مع بعض ويكون يوم سعيد. ممكن يطلع لنا عائلة تخرب كل القعدة. الله يعافيك يا الله. خلينا ننزل هلا تحت، خلص هاي المنطقة. كم صار الوقت معنا؟ ممكن نطلع بالسفينة عشان نختصر الوقت ونروح على سويسن، ما راح اقدر ارجع، الرجعة طويلة، قربت تصير الساعة 5، عندي شغل ليلي. شكل اليوم راح اضلني معكم باللايف. لا خلاص راح نرجع بالسفينة، نشوف السفينة اللي هون شغالة ونرجع. والله هاي الشجرة شكلها كانت بدها تهرب، مربطينها. الله يعافيك يا رب. شكلها هاي الشجرة كانت بدها تهرب مربطينها. شو الوضع هذا؟ سبحان الله العظيم، شو القصة؟ والله متفجر تفجير هاي الشجرة. يا رب يا كريم ارحمنا برحمتك يا الله. خلينا نرجع نشوف اذا في سفن. فيش سفن، نضطر نرجع. يا كريم يا الله. انتوا معي اخوان الكرام، ما حدا كتب لنا وين بتتابعونا. اليوم حكينا عن موضوع السعاده، اكتب لنا بكلمات عن مفهوم السعاده بالنسبه لك. هل انت انسان سعيد ولا تعيس؟ وليش تعيس؟ هل بسبب العمل؟ هل بسبب الاصدقاء؟ هل بسبب الوحده؟ مش لاقي لك صديق، مش لاقي لك رفيق؟ هل انت ما عندك هوايه؟ يا اخوان الكرام الهوايات بتلعب دور كبير في الحياه. يعني شخص بيصيد سمك على اكثر سعاده من شخص ما عنده اي هوايه. شخص برسم اكثر سعاده من شخص ما عنده هوايه. شخص بيلعب رياضه اكثر سعاده من شخص ما عنده شيء. شخص بيلعب رياضه زي اخواننا هدول اللي بركضوا، شخص بيمشي زي حالتي اكثر سعاده من واحد قاعد يشتكي. الحمد لله المانيا مرتاحين، الحمد لله. الله يوفقك. اي مدينه في المانيا؟ دوسلدورف، برلين، كولن، كولن بولون، كلهم مع بعض. انا من فلسطين ومشتاق اطلع السويد، احلى مناطق. الله يوفقك يا رب وتتيسر الامور باذن الله. ان شاء الله نلاقي السفينه، نشوف هيك نطلع. ما في قطارات، ما في سيارات، توكلنا على الله. خلينا نروح جهه الجرونا لوند الالعاب. هيك انه في سفينه، وكاني ارى سفينه هناك. هنا في كمان متحف الآبا، متاحف كلها هون المنطقة. وهنا جرونا لوند، مدينة الألعاب، تيفولي، تيفولي موفلي، قريب على كولن. حلو. كيف اللغة الألمانية معك؟ أمريكا أمريكا شيكا بيكا. والله شوفوا يا أخوان الكرام سبحان الله، وكأنها البلد صارت مقفرة بعد كورونا. يعني شوفوا الألعاب هاي قد ايه خسارات أموال. هاي مدينة الألعاب، يا رب نلحق السفينة. ولا كان فرجيناكم اكثر بس عشان نلحق نشوف السفينه هون. ما صح لنا نروح على الكافتيريا اليوم، نشوف بكره. بكره خلص بكون مخلصين شغل، نلحق اخر يوم نقدر نروح
وهاي سفينة اجت، هاي سفينتنا ولا مو سفينتنا؟ ماشي الحال. والله اللغة الألمانية مو يعني أصعب من السويدية، بسمع إنه يعني مو سهلة. وأنا هاي اللي بيقولوا لنا لوند، جولة هيك سريعة، إجت السفينة ولا ما إجت؟ هون ببيعوا التذاكر طبعا. أربعة والله ضايل سلوسين. خلينا نطلع بالسفينة، خليكم معي جولة بالسفينة. قربت السفينة تيجي. هاي الكرت، خنطور الكرت، سبحان الله جينا على الوقت. هاي الكرت يا اخوان الكرام، وفتحت الابواب ووصلت السفينة. الحمد لله وصلنا على الوقت، لاحق نروح نتغدى. عليكم السلام ورحمة الله. يقولون لوند مدينة الألعاب في مدينة ستوكهولم، طبعا أكبر مدينة ألعاب في يوتوبوري، هيك اللي بعرف وهيك سمعت بس ما رحتها. عليكم السلام. اه والله مقفلة، مش مع الطقس كمان قصة كورونا، ما بعرف السنة هي راح يفتحوها ولا لا. يعني في كثير قطاعات تضررت كثير، قطاع السياحة تضرر بشكل كبير، مطاعم، بعض المطاعم مش كلها طبعا تضررت. خدكم على الجهة الثانية، اطلع الجهة الثانية. علينا ملنا كل العالم، انا بشتغل في السياحه في بيت لحم فلسطين، احنا عندنا كمان كل شيء مقفل. يعني احنا هون مش كل شيء مقفل، بس انه يعني المتاحف تعرفوا، يعني السائح بيجوا على اهم شيء المتاحف. في ناس يعني بالنسبه للاوروبيين المتاحف مهمه جدا، مطاعم مشهوره يعني بكون الاعداد قلت فيها، في بعض المطاعم سكرت فتضرر، فنادق تضررت، اشياء كثير تضررت. بس انه بضل نوعا ما انه احنا في عندنا حياه، يعني الناس طالعه بتطلع بتروح بتيجي، ما في حظر انه ما تطلعش من البيت. طبعا السفينة هاي يا اخوان الكرام الركوب عليها او الركوب فيها مش عليها، بعدين تفهمونا غلط، هاي كرت المواصلات تبع ستوكهولم، بس لازم يكون كرت اسبوعي او شهري على ما اذكر، اسبوعي بمشي الحال او شهري، او في بعض الكروت اليومية ممكن، بس تذكرة عادية بتشتري يا تذكرة يا يكون عندك كرت شهري، انا عندي كرت سنوي.
هيك الواحد بروح على الشغل بالليل او بروح على شغله بيعرف حاله انه قضى يوم، قضى ساعتين ثلاثه، بيرجع على البيت مشتاق لزوجته، مشتاق لاولاده، مشتاق للغدا، مش زي اللي قاعد بالبيت بس على التلفزيون وعلى المسلسلات وعلى اقعدي يا مرة واقعدوا يا اولاد وازعاج وبتدخل بكل كبيرة وصغيرة. انت هيك بتعطي مجال لزوجتك تاخذ راحتها، بتعطي مجال لاولادك يدرسوا براحتهم، يلعبوا براحتهم، بيعرفوا ان الاولاد انه ابونا عنده وقت خاص بيشتاق لنا، بنشتاق له، بيستنوك، بتجيب لهم اغراضهم الى اخره. الموضوع مهم جدا يا اخوان الكرام. سبحان الله العظيم. شو رايكم بهالمي وهيك بهالحركات؟ اخواني الكرام والله في مشاعر كثيره بهالحياه. اذا انت ما جربت انه انت بهالحياه تدخل وتنخرط وتشوف الطبيعه وتشوف الغيوم وتشوف البحر وتشوف اشياء كثيره، انت ما بتكون عايش الحياه الحقيقيه. انت ما بتكون مشغل المشاعر تبعتك المختلفه. في اشياء كثيره بالمشاعر ما راح تحس فيها الا لما تجرب وتدخل وتعيش اللحظات هاي. لحظات الرياضة، لحظات البحيرات، لحظات الجبال، مرتفعات. ناو ناو. لا والله أنا أردني، فلسطيني أردني. سبحان الله العظيم. هاي البطة، شوف البطة وين راحت، جرفت مع المي. تابعوا برضو قناة اليوتيوب، في فيديوهات كثيرة عملتها على مدار السنوات. قناة اليوتيوب عرب السويد فيها فيديوهات كثيرة. في بعض الفيديوهات ما بقدر انزلها، مرات يصير في مشكله في الفيسبوك فما بقدر انزلها. في فيديوهات عملتها بتصوير جميل، ان شاء الله في المستقبل قاعد بتعلم المونتاج، راح اعمل فيديوهات بطريقه احترافيه ان شاء الله. راح اعمل لكم فيديوهات جميله ورائعه جدا جدا غير اللايف، بطريقه احترافيه ومواضيع ان شاء الله احترافيه. بس هلا في فتره تعلم، قاعد بتعلم على برامج المونتاج، بريمير وما بريمير وغيره. فان شاء الله في المستقبل يا ريت انه هيك نلاقي لنا مجموعه من الاشخاص اللي عندهم هوايه في هذا المجال، نتعاون ونتكاتف وممكن نعمل مشروع وافكار كثير مفيده، ونصور الاماكن السياحيه ونشجع ونفحص نحفز الطاقه اللي عند العرب اللي ضايعين ومش عارفين شو يعملوا بيومهم. هاي القلعة قبل فترة صورت لكم من عندها، طلعت من عندها فوق وصورت. شو رأيكم بالمنظر؟ خبرونا بالتعليقات، احكي لنا شو شعورك. حبيبي ابو ابراهيم الله يسعدك، الله يعافيك. احنا هلا مقابل البلدة القديمة الجملة ستان اولد تاون.
من الأردن، فلسطين الأردن، من سكان مدينة الزرقاء. نحن من جماعة يا خيال الزرقاء يا ولد، خدني معاك على الزرقاء للبلد. ما بعرف إذا سمعت فيها أو سمعتوا فيها. وخيال الزرقاء يا ولد، خدني معاك على الزرقاء للبلد. أغني لكم إياها كمان عشان تحفظوا، ما تنسوا من وين أنا وإنت من وين وإنتوا من وين. سألتك حبيبي لوين رايحين، لوين طالعين حبيبي القلب. عبوا خزان الحب، عبوا خزان الحب عشان قلبكم يظلوا شغال، ما يصير معكم سكتات قلبية وأمراض. خلي خزان الحب مليء، خليه يطلع لبرا هيك يطوف، يعبي أولادك، يعبي مرتك، يعبي المحيط، يعبي المجتمع اللي انت عايش فيه. عبي خزان الحب، خليك إنسان تستمتع بحياتك، ما تعيش حياتك على النكد وعلى المصائب وعلى فلان ظلمني وفلان أكل مال حقي وضلك عايش في نار الانتقام. حلب يا حبيبي أحلى بلد، أنا بس أسمع كلمة حلب أتذكر الحلويات، بطل أجمع. حلب ومدينة حلب الشهباء، شعب مثقف وشعب تاجر وشعب عنده علماء. خلينا نروح على الجهة المقابلة نفرجيكم الجهة المقابلة. ويا خيال الزرقاء يا ولد، مدينة أبي العلاء المعري. والله أنا نسيت، ممكن أحضر، ممكن يعني من العراق أتوقع، ما بعرف، بديش أغلط في المدينة. يا ريت تشاركينا والله يا أختي، ممكن معلوماتنا الثقافية في هاي الأمور خفيفة، سكر خفيف، رغم يعني من الشعراء مشهورين. نرجع لورا. اوكي اوكي يلا. معرة النعمان سوريا، اهلا وسهلا، حياك الله. اجيكم المنظر هيك. وصلنا إلى البلدة القديمة. أين تقع هاي معرة النعمان؟ أين تقع في سوريا؟ في الشمال، في الجنوب، قرب دمشق، في والله لا أعلم، سامع فيها بس لا أعلم. في مخرج من هناك أرجيكم السفينة من هون. إدلب، ها حلو. حلو كتير، عاشوا الأبطال.
عاشوا الأبطال. هاي السفينة خلينا ناخذكم جولة سريعة بالبلدة القديمة وظلنا متوجهين لمحطة القطار إلى البيت. حان موعد الغداء، احكوا لنا شو طابخين اليوم يا إخوان الكرام، شاركونا شو في طبخات، شو أول طبخة أول يوم رمضان اتفقتوا ولا لسه مش عارفين؟ طبعا في حمامات عامة اخوان الكرام هون، شاركونا شو طبخين اليوم وشو رح تطبخوا اول يوم برمضان، خلينا ناخذ افكار ونجمع افكار. والله ما انا عارف اطلع من هون ولا اروح على البلدة القديمة، خلص خلينا نطلع الجسر مع هالعالم ونطلع من سلسلن بدل ما نروح نبعد بالبلدة القديمة، خلينا نطلع على الجسر الجديد. ما بعرف اذا سمعتوني اخواني الكرام، سالت شو طابخين اليوم ولا مش طابخين، معزلين وشو ناويين تطبخوا اول يوم برمضان ان شاء الله. احنا شاطرين بالطبايخ، محاشي حلو كثير بس والله متعبه، بس انا بحب المحاشي، دوالي وما دوالي وكوسة محشي وبتنجان ومندورة والقصص هاي. طبعا احنا بالبلدة القديمة مقابلنا، بس راح نروح على الجسر الجديد اللي عملوه، نروح عشان نروح. هذا الجسر الجديد، حول شو حول، مش تخطين اليوم اول يوم رمضان منسف، اعطيها هذا عاد قيل اول يوم عاد قيل، هذا فيش نوم، هاي اول يوم ما فيش نوم لعاد، فيش تراويح كمان، منسف من اولها صعبه، هذا الواحد داخل بشهيه من اول يوم نفسه مفتوحه. طبعا اخواني الكرام نصيحه بس، على السحور لا تاكلوا لا تشربوا كولا، اوعى دير بالكم، في ناس تشرب كولا وبعض الاجبان بتنشف الريق، اجبان هاي الجبنه البيضاء او المالحه وبعض الاجبان، يعني الواحد يحاول يركز على الفواكه عند السحور. في بعض الناس بتلاقيه باكل لك زي كنتاكي او دجاج او الدجاج الناشف او بعض الاشياء، هذا مشكله بنشف الريق بالنهار، الاجبان البيضاء انا بالنسبة لي بتنشف ريقي هاي الشغلات. فش تراويح، تراويح في البيت بتصلي ركعتين ركعتين على راحتك، على راحتك ركعتين ركعتين بتضلك طول الليل، واذا في شغل كمان تطلع كمان 100% كل ركعتين، بعدين بتقعد بخور ومخور وقهوة وإذا في كنافة وفي بقلاوة كمان كملت. أوه راحت عليك، خلص تحضرها بعدين أخي الكريم تبع مشوار السفينة. الله يعينكم يا إخوان الكرام، والله الله يفرج على الشعوب العربية ويهدي أمتنا. طبعا احنا فوق الجسر، فوق النخل، فوق النخل فوق يا فوق، والله شوف غيوم مو طبيعي، البرد برد صار في برد. هذا الجسر الجديد اخواني الكرام اللي بوصل على منطقة سلسلن، صار لهم سنوات بيسووا فيه. يعني احنا قربنا نخلص البث، اللي حاب يسأل عنده استفسار حاب يحكي شيء تفضلوا. زي ما انتم شايفين عالم حركة وين ما تروح.
اللي بقول لك فيش ناس وفيش حركة والبلد ميتة، هيا وين الناس هذول؟ هذول وين جايين؟ هو مو شايف، أو هو حاصر نظره في المنطقة اللي هو عايش فيها. لو طلع وتحرك وخرج من الدائرة اللي هو عايش فيها كان شاف ناس، بس هو قاعد بالبيت. عندك 100 سفينة تقدر تطلع فيهم اللي عنده كارت ستوكهولم واللي عايش في مدينة ستوكهولم. إذا أنت بمدينة ستوكهولم وعايش وبتعاني، الله يعين اللي عايش في القرى وعايش في مناطق منطوية. شو يحكي عن حاله؟ هذاك خلاص يرجع على بلده أحسن له. إذا اللي عايش في ستوكهولم وعايش في يوتوبوري وعايش في مالمو في المدن الكبيرة قاعد بيشتكي، شو نحكي عن اللي عايشين في المدن الصغيرة؟ طبعا هون في تحت محطة باصات اللي بتروح على نكة وما نكة، وقصة طويلة بس مش مبينة من هون كتير. هايهم عشان حاطين شبكة كتير هون. الحياة اختيار، الحياة اختيار، تحمل مسؤولية اختيار قرار. باختصار هذه هي الحياة. نحكي لكم الحياة باختصار، الحياة باختصار اختيار تحمل مسؤولية قرار. انت هلا بدك تضلك قاعد مكانك، هذا قرارك، هذا اختيارك. انت بدك تحمل مسؤولية، انت بدك تدور على شغل، هذا قرارك، هذا اختيارك. لكن بعض الناس عايشين على ابوي، امي، خالي، عمي، الاردن، فلسطين، سوريا. فالحياة باختصار هي قرار واختيار وتحمل مسؤولية. فاذا انت انسان ما بتتحمل مسؤولية، انت ما وصلت لمرحلة الوعي ولا ما وصلت لمرحلة النضج. ما وصلت لمرحلة الوعي ولا وصلت لمرحلة النضج. اللي بيميز الطفل عن الرجل النضج وتحمل المسؤولية. على كل حال احنا وصلنا على محطة القطار، ما يبلش التلفونات تيجي، شكله الغدا جهز. يا ورد عليك يا عقيد، هاي محطة القطار. احنا وصلنا وان شاء الله يوم سعيد اخواني الكرام. ان شاء الله استمتعتوا معي في هذه الرحلة. بنتابع معكم التعليقات في مشوارنا وفي طريقنا الى البيت. يوم سعيد وعطلة سعيدة من مدينة ستوكهولم. اخوكم رائد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي هنا متحف، احد المتاحف المشهورة. سلام.